أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية على التزام مملكة البحرين بالمعايير الخاصة كما هو منصوص عليه بمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حقوق الإنسان، مشيدا إلى مواصلة تقدم البحرين وتبوئها تصنيف الفئة الأولى ضمن الدول الأكثر نجاحا في هذا المجال، والذي عكسه بكل وضوح تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص لهذا العام.